اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عبير مباشره من العنق. العنق غني التعريف بمدينه الدار البيضاء. العنق معلمة تاريخية، كاين واحد الحملة ديال تحرير الملك العمومي على حساب الجرا ديالو كيف ما تشوفوا، تحيدوا لهم هذوك البنايات اللي تيكونوا مور الرباط عماش، واحد العشاش، بزاف ديال الحوايج. سي رشيد جي اشرح لنا شوية هذا الشيء. غادي نطرحوا واحد السؤال، فين كان السلطة المحلية شحال هذي؟ الناس كيبنيو وكيخسروا واحد الطريف ديال الرزايق كما تيقولوا، وكيتفاجئوا من بعد انه كتجي السلطه المحليه في اي عمليه ديال تحرير الملك العام وكتحيدهم. حنا مع تحرير الملك العمومي، ولكن خاص يضرب يد من حديد على الجميع، ما تكونش استثناءات وما يكونوش بعض المناطق يتم تحرير الملك العام فيها وبعض المناطق لا. شفنا المبادره ديال الوالي الجديد اللي كتحسب ليه صراحه، اللي عنده الجراه باش يحيد ما هو عشوائي، ونحن مقبلين على تظاهرات كبيره، ولكن خاص يكون ضرب من حديد، ماشي تكون عمليه موسميه لضر الرماد في العيون. خاص يكون هذا الشيء دائم، اي مخالف للملك العمومي يجب محاربته وتحرير المخالفات في حقه، لان الملك العمومي ملك للجميع. لان كما كتشوف معنا الناس اللي ديال تحت كيستافدوا، كاين اللي كيزيد كوزينه، كاين اللي كيزيد بيت، ولكن خاص تضرب يد من الحديد. وكاع الناس اللي متورطه في هذا الملف خاصها هي تنال العقاب والجزاء ديالها، باش ما يمكنش انك تزيد وتخالف وتغض الطرف. خاصه العمليه تكون دائمه ويكون تحرير الملك العمومي بصفه نهائيه، ونقطعوا مع هذا الريع ديال الملك العمومي واستغلال صارخ ديال الملك العمومي، وتكون هذه العمليه في مدينه الدار البيضاء، جميع المناطق في مدينه الدار البيضاء. شكرا.